بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي، طلاب الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن طلبتي نلتقي معكم في هذا العام الدراسي الجديد للحديث عن آيات والموضوعات المحددة في كتاب التربية الإسلامية، وسنلتقي في هذا الأسبوع مع سورة البقرة. وسورة البقرة طلبتي هي من السور المدنية، وقد سميت بذلك لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها، وهي من السبع الطوال: البقرة وآل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، ويونس، وقيل التوبة. في سورة البقرة طلبتي هناك يتصف الله عز وجل بالعظمة، وتتمثل بعض مظاهر عظمته في سعة ملكه وشمول قدرته، فهو يعلم سبحانه ما يظهره الناس وما يبطنونه، وسوف يحاسبهم على أعمالهم يوم القيامة. طلبتي في هذا الأسبوع ومن خلال الدراسة لسورة البقرة من الآيات الأخيرة، وهي آخر آيتين من سورة البقرة، سنتحدث عن عظمة الله، سنتحدث عن حقائق الإيمان، سنتحدث عن مبادئ وما هو موجود في الشريعة الإسلامية. لذلك قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وكفتاه أي حفظتاه من المكروه. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي. في سورة البقرة طلبتي في الآيات الأخيرة نتعرف على عظمة الله، على سعة علم الله، على سعة ملك الله عز وجل، نتعرف على رحمته وعدله، أيضا نتعرف على كمال قدرة الله بقوله والله على كل شيء قدير. هناك حقائق للإيمان: التصديق الجازم بأركانه، الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بكتبه برسله. أيضا هناك استشعار لأمر الله واستسلام لأمره، الإيمان الجازم باليوم الآخر،
وهناك حديث عن مبادئ الشريعة الإسلامية، ففيها مبادئ من مبادئ الشريعة الإسلامية وهي يسر الشريعة وسهولة أحكامها، لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا هناك حديث عن مسؤولية الإنسان عن عمله، لقوله وعليها ما اكتسبت، لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. أيضا طلبتي في حديثنا عن الآيات من سورة البقرة، هناك دعوة للعفو والرحمة من الله عز وجل، وطلب العفو والمغفرة والرحمة وطلب النصر في الآيات المذكورة من سورة البقرة. هذا طلبتي مجمل الحديث عن سورة البقرة في الأسبوع الأول. شاكرا لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بحول الله عز وجل في الحديث القادم والأسبوع القادم عن مكانة السنة النبوية الشريفة في التشريع الإسلامي. دمتم في رعاية الله.